انا رايح يقولوا يقول ده ينكت في نفسي كده كتير كده. مش عارف انا قررت ابات هنا. بسم الله ما شاء الله. يعني انا خايفه احسدكم. ايه ده ايه ده يا عمر؟ حمام حمام يا عمر؟ ده انا اخر معلوماتي على الحمام انه بيطير ما بيتاكلش ووشك رادد ولا كان في بني ادم قاعده جوه مسؤوله عن الاتفاق. في ايه يا علا؟ انت مش من حقك اصلا تيجي هنا. اهو العقد اللي بيني وبينك بيقول انه عمر بقى ملكي من يوم ما اتجوزته، والعقد اللي انا متجوزاه بيه عينيا بيقول انه ملكي انا كمان. ايوه بس بموجب العقد اللي بيني وبينك انت اتنازلتي عن جزء من عمر ليا. يبقى الجزء التاني بتاعي. اه بس ده ما يمنعش ان انا اقدر استخدمه طول ما هو قاعد معايا لغايه ما اخد الاقامه، وانا اقدر استرجعه زي ما انا عايزه. العقد اللي معاكي ما بيقولش امتى استرجعه امتى ما استرجعوش، انا اللي اقول اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. لا انت مش واخده بالك، في بند في العقد بيقول ان عمر بقى ملكيه بيني وبينك، يعني ما تقدريش تقولي لي استخدمه ازاي الا لما ترجعي للملك الجديد اللي هو انا. وبما ان انا الملك القديم وصاحب الاقدميه يبقى انا اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش وامتى. البند ال 15 بقى في العقد بيقول ايه اللي انت مش عارفاه؟ ان عمر في الفتره الاولى لانتقاليه الملكيه لكارولين اللي هو انا من حقي استخدمه لمده شهر واستخدام كامل كمان ومن غير ما ارجع. والبند ال 16 يا ضنايا بيقول بما ان انا المالك القديم يبقى انا اقول وقت الاستخدام وتحديده. البند ال 15 خلاص بقى خلاص. انا عندي حل. اتحفني. انت تباتي معانا النهارده وانا موافقه. ماشي وانا كمان موافقة. وانا كمان موافق. ايدك بتاكل حمام؟ تعالى بديانا. تحب ارقص لك؟ يا ريت، ده انا بحب الرقص جدا. طيب. جدا. عليا الطلاق بالثلاثة، لو ما رحتيش نمتي دلوقتي لهفسخ العقد اللي بينكم وبين بعض وهسافر انا وكارولين لوحدنا. طب ايه رايك بقى انا مش هنام؟ طب ايه رايك بقى انت هتنامي؟ ولو ما رحتيش نامي دلوقتي هتتطلقي، وامريكا دي هسافرها لوحدي. ما تقدرش يا حبيبي، لان العقد اللي بيني وبينها بيقول عشان الجثه الاولى تروح معاها لازم الجثه الثانيه تبقى راشقه فيها يا اما هتدفع مليون دولار. اجري يا جثه روحي نامي دلوقتي حالا. طب خلاص خلاص خليها قاعده معانا ونرقص كلنا. هو مولد نرقص كلنا؟ انت فاكره انا خليتك ترقصي يعني عشان انا بحب الرقص؟ انا كنت عايز اشوفك يعني بتعرفي ترقصي ولا لا. انت عايزه المجتمع الدولي يجي علينا ولا ايه؟ طب يا اخويا كنت قلت لي ارقصي كان يمكن الحال اتعدل. يا ما يا اختي قلت لك وكنت بتديني ظهرك. ماشي يا عم. ماشي يا علا. يلا يلا بقى رعشة رعشة بقى رعشة رعشة. What's wrong? Oh my God! ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انت ازاي عملتي كده؟ الحاجات دي انا ما اقدرش اجيبها على طول. انا دخلي ما يسمحليش ان انا كل يومين اجيب مج. وبعدين النسكافيه اللي انت دلقتيه ده انا بجيب علبة تكفيني شهرين وبشرب مج واحد في اليوم. انت حضرتك النهارده شربتي نسكافيه والاستاذ خد مج
يعني انا هقعد 2 دايز ما اشربش نسكافيه بكره وبعده؟ بعدين ايه كل النور اللي انت فاتحاه ده؟ انا بقعد في اوضه واحده بفتح فيها النور، ما بفتحش كل ده. يا اختي ما كانش نسكافيه ده اللي هتذلينا بيه. بفلوس، والمج كمان الكسر ده بفلوس. يا اختي ده حته مج. بفلوس، والنسكافيه اللي انت وقعتيه ده كمان بفلوس. انا لو سبتكم انتوا الاثنين تعملوا اللي انتوا عايزينه يبقى انا فلوسي هتخلص قبل اخر الشهر. يا اختي امال انا كنت فاكراكي عايشه في سعاده ومشبرقه نفسك. لا طبعا، انا كل مرتبي 1000 جنيه. كم؟ 1000 جنيه. يعني لازم اصرف في اليوم 30 جنيه، وانا عامله حسابي على كده اهو. بشرب فنجان نسكافيه واحد في اليوم، وباكل لحمه مره في الاسبوع، وبتفسح مره في الشهر بروح جنينه الحيوانات. يا اختي امال انا اللي فاكراكي غنيه. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني شكلك، شعرك، لبسك، بيتك. عادي، شعري بعمله في البيت، لبسي جايباه معايا من امريكا، بس بحافظ عليه، بغسله كويس وبكويه وكده. ده انا كده مرتب اكتر منك. ايوه يمكن فعلا مرتبك اكتر من مرتبي، بس انا بعرف اصرف فلوسي ازاي، والاهم من ده اني بعرف استمتع بحياتي. انا عمري ما بندم على حاجه راحت، وما اتمناش حاجه مستحيله، وفي نفس الوقت ما ببقاش قاعده اتفرج كده من غير ما اعمل حاجه. انا بحاول مره واثنين وثلاثه ومليون، وما عنديش مانع ان انا افشل مليون مره، بس عمري ما هبطل احاول. اكيد في مره هتيجي وهنجح فيها لغايه ما اوصل للي انا عايزاه. يا سلام. طيب انا بقى عايز اوصل للي انا عايزه، تعالي بقى نخش جوه ونكمل الدرس اللي كنا ابتديناه علشان العلاقات الدبلوماسيه بين مصر وامريكا تبقى قويه كده. لا خلاص، ما بقاش ليا مزاج، انا هدخل انام. تصبح على خير. ده بجد؟ انت كنت بتعلمها ايه جوه؟ انت مالك انت؟ يعني انت مالك انت؟ ناسي ان انا لسه مراتك؟ انا مش ناسي انك مراتي، لكن انت اللي نسيتي ان انا دلوقتي ملكيتي منقوله ليها هي، يعني انت مالكيش كلام معايا. وانا الملكه الاساسيه، يعني اسال وقت ما انا عايزه. لا، انت اللي نسيتي بنود العقد كويس، انا بقى ملتزم بكل بند في العقد، وخصوصا الجنسيه. عجباني عشان حدد جنسيه؟ انت اللي بعتيني قبلها. طب بقول لك يا عمر، ما تيجي ننسى اللي اسمها كارولينا دي خالص ونرجع زي الاول. اه يا اختي، نرجع زي الاول، ونرجع بقى للتلطيش وقله القيمه والحاتب الشباشب. لا 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 لا، انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ يا اخويا ما انت هنا هتعيش في فقر، مش شايف هي جلده ازاي؟ بس بتضحك 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 يا علا. يعني انا اللي مكشره على طول؟ لا، ام اللي مكشره يا علا. اتكلمت معايا، اتكلمت معايا زي ما كنا بنتكلم انا وانت زمان. كانت عايزه تسمعني، تسمعني من غير ما تديني ضهرها، من غير ما تسيبني وتنام. قالت لي احلم وتعالى نفكر ازاي تحقق احلامك ديت. ادتني امل يا علا. وانا بقى اللي جيت اخدت امل. اه خدتيها، خدتيها بتكشيرتك في البيت وصوتك العالي والمشاكل اللي ما بتخلصش، ودايما محسساني ان انا سبب كل نكسه وكل وكسه بتحصل في البيت. لا اسم الله، حوش البيت اللي انت كنت عامله جنه يا عمر. ده انا لما كنت بحرك اباجوره من ترابيزه لترابيزه انت كنت بتتخانق، لو شلت كوبايه كان بتقوم قيامتك. دلوقتي مبسوطه ان انا بتكلم معاك؟ انا بعمل كده يا علا. ايوه بتعمل كده. عمر انت مين قالك ان انا برضو مش محتاجه حد يقعد يتكلم معايا ويديني امل؟ يا عمر انت ما فكرتش في مره تيجي تقولي ننزل نتمشى مع بعض، اخليها تشم هوا وتغير جو؟ اه عشان اخدك بقى وننزل نغير جو ونتخانق مع بعض في الشارع. مين قالك ان احنا هنتخانق؟ حصلت قبل كده يا علا. افهم من كده انك مرتاح مع كارولينا. مين قالك ان انا مرتاح معاها؟ بس انت اللي جبتها لحد عندي. وانا غلطانه، انا دلوقتي بقولك تعال نرجع بيتنا. مش هقدر يا علا. ليه؟ عشان باللي انت عملتيه ده حسستيني ان انت ما بتحبنيش، وانا بصراحه دلوقتي محتاج لها قوي. يعني حليت في عينك؟ مش مساله حلاوه يا علا. طيب انت هتعملي ايه في موضوع العقد اللي بيني وبينها والشرط الجزائي المليون دولار؟ انا غلطانه. دلوقتي عرفت انك انت اللي غلطانه؟ انا عرفت غلطتنا فين. غلطتنا ان احنا ما عرفناش نعيش مع بعض، ما فهمناش قيمه الحياه صح، ما استمتعناش بيها. كل واحد فينا بيحلم احلام مستني التاني يحققها له، مش تحققها مع
عندك حق. يعني انت معايا ان احنا لازم نتخلص من كارولين؟ موافق، بس ازاي؟ الاستراتيجيه الدوليه لاسقاط اي نظام تعتمد على اسقاطه اقتصاديا اولا. فعلا؟ يعني احنا لازم نسقطها اقتصاديا ونرهقها ماديا. موافق، بس ازاي؟ هي مجنونه. بحبك. وانا كمان. كسرت البيت. احنا مبسوطين قوي ان احنا قاعدين معاك يا كارولين. الكاكاو يا كارول يجنن. فظيع. انتوا دمرتوني اقتصاديا انتوا الاثنين. انت بالذات جو اوت. انا مش عايزاكي هنا. جو اوت على فين؟ هي تقعد في المكان اللي انا قاعد فيه. انت نسيت العقد اللي ما بينكم ولا ايه؟ عقد؟ انا مش عايزاكم اصلا انتوا الاثنين. وادي العقد اهو. تعالى هنا. رايح فين؟ هجيب البدله، ما عنديش غيرها. تغور.